غلط غلط. طيب بكفي يا سيد أبو صياح. نعم. حافظ شي أغاني؟ أغاني إيه معلوم حافظ أغاني كتير سيدي. طيب تفضل غني لشو يلي بدي إياه. يلي بدك يا إيه أمرك سيدي. تزرح وتمرح عيني واللحظة يجرح ويلي والشعر يجدل مراجل وعيون تذبح. العب بكفي يعطيك العافية. تزرح وتمرح واللحظة يجرح والشعر يجدل مراجل وعيون تذبح. تزرح وتمرح واللحظة يجرح والشعر يجدل مراجل وعيون تذبح. مرت علينا والهوانا السم علينا شفنا العزة للهوى يقولوا اشتقينا. ايه روق روق مو انت قلت اللي سمعنا يا اخي في غيره. مرت علينا والهوانا السم علينا يا ابو صياح. نعم امور بكفي يا اخي في عنا شغل. بامرك حسب امرك بامرك. خلص اكتفينا بامرك اكتفينا يعطيك العافيه. روق شكرا يا بامرك. روق بس يسمع الحركه منشوف. طيب تفضل تفضل امور اعمل هيك لشوف مين. تفضل اعمل هيك. افتكرت عم يندق الباب. تفضل اعمل هيك دستورك والله. لا تفضل بإيدك بدون ألم. اعمل الصوت سيد ابو صياح. تفضل بإيدك صوت. نعم يعني دق مثله. نعم نعم بإيدي معلش. نعم نعم ادري هلا اسمع. هي دقة منغرشة سيدو. تفضل يا يعني. طيب تفضل يعطيك العافية. غيره تفضل يا اخ. نجحنا. يا سيد احمد. نعم. شوف لي طوله والله. تفضل. شو على الباب؟ ايمت بتربط؟ كمان لورا 165 165. تفضل هون يا اخ. سيدي 165 بدون لباب. نعم. الاسم الكريم؟ غوار الطوشي. غوار الطوشي. نعم. طيب. سيدي اذا بتريد لكم معي اماني. والله مين الاستاذ مطيع؟ انا. هذا كرت توصيه من سليمان بيك. طيب مين الاستاذ عدنان؟ نعم كرت توصيه من احمد بيك. اكيد سيادتك اللي بقيت الاستاذ خلدون المالح. هذا مكتوب توصيه من الانسه ماجده. راهن اول استاذ. يا سيد طوشي. انت مارست الدبكه قبل هلا؟ نعم استاذ. وين؟ سيدي انا واخواتي لنا هوايه بالدبكه من صغرنا. نحن وصغار ودائما يعني مندبك بالبيت على الجيران واذا بتريدوا تتاكدوا اسالوا الجيران سيدي. إيه نعم سالني إيه سيدي كنت بالدور يا سيدي منه انا بالطابق نعم. اللي تحته بالدور يا سيد. تفضل شوف اذا بتعرف تدبك فرجينا. نعم شرف هدي اعصابك. ايه شرف عاونك غوار. هلا لا 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 ايو هلا لا 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 ايو عيني يا مولايا. طيب يعطيك العافية. روح من هون للحيط. نعم وارجع اذا بتريد شرف. دغري غوار. امشي استاذ. امشي تفضل. يا سيد طوشي نعم. هدي اعصابك هدي اعصابك نعم. هدي اعصابك. امشي لي من هون للحيط شوي شوي بهدوء شوي شوي, شوي. هدي اعصابك نعم استاذ. شوي شوي تفضل. صغر فشختك غوار. شوي 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 اربعة ونص استاذ. يعطيك العافية. تفضل تفضل لشوف. نعم اسمع اعمل هيك. تفضل اذا بتريد استاذ عد لي. طيب بس بكفي يعطيك العافية. تفضل طيب اسمع 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 كافي قول. آه مو قرار. آه
لا تخاف لا تخاف. استاذ عظم اخي انا شوي متلبك. طيب طيب بسيط. لا تتلبك. بسيطه بسيطه. بتعرف تغني؟ نعم استاذ. شو بتعرف تغني؟ شو بتريد اغني؟ طيب غني لنا اي شيء بدك اياه. شرف غني كامل اوصاف. ايه هي حلوه تطلع منك. كامل الاوصاف فتني ترم ولا العيون السود. كامل الاوصاف فتني والعيون السود. هدي اعصابك هدي اعصابك. نعم سود. نعم استاذ. اي اي نعم. كامل الاوصاف فتني ترم والعيون السود. يا سيد غوار اذا كان في غنيه غير هالغنيه حافظها منيح وتهانا منيح تفضل غني لنا اياها. معلش استاذ انا مالي تائن غير هي. هي تائن غنيه منيح منيح. نعم استاذ. متاكد؟ نعم استاذ. اتفضل شرف لهون. شرف تفضل. شرف اللي بعده. تفضل تفضل. يا سيد احمد خذ لي بالله طوله. تفضل. معلش انا بدون طول استاذ لانه ما بقدر بدبك. ممنوع عن الدبك. انا جاي مشان الغني بس. مشان الغني. طيب اي نعم. اسم الكريم؟ حسني البورزان. حسني البو بورزان توتوت. نعم حسني البورزان. يا سيد بورزان بعتقد انه شرط السن المطلوب في المسابقه ما بينطبع عليه. ليش استاذ؟ قديش سقف السن عندكم؟ 25 سنه. انا 24 ونص. صحيح مقيد انا بالهويه 35 بس مشان العسكريه. طيب تفضل غني لشوف. سمعنا صوتك. عفوا استاذ انا متعود غني على كرسي ممكن تتأذنوا لي فيه؟ طيب يا سيدي اعطوه كرسي. تفضل. لا لا استاذ مو هاد. لا هاد ولا هاد ولا هداك. انا انتبهت عليهم اول ما فت. مو هدول. الكرسي اللي انا متعود غني عليه. نعم. من ظهره صدف صاير. نعم. ومنجد. نعم. وش احمر ومقعده له تنجيد ورفاسات. هي عاده جديده انا ما سمعت فيها لسه. طيب هالكرسي هذا جايبه معك؟ لا استاذ امبارح شفته عندكم هون. انا هون بالتلفزيون. بالتلفزيون انا امبارح شفته على الشاشه كان ببرنامج تبع وقت عم يعلمونا الرز بشعيريه. رز برنامج الرز بشعيريه. برنيطات والبرانيت كان في برانيت وجاج. طيب يا سيد بورزان هذا الكرسي مو موجود هلا ما بنقدر نحصل عليه. يعني ما في طريقه ممكن يلتقى بهالاوضه؟ ما في مو في طريقه ابدا. بركي هالناحنا مو موجود يا اخي. متاكدين استاذ؟ متاكدين. ايه كان يعني نعتبرك مستنكف. مستنكف. طيب تفضل. اذا كرسي ما في اللي بدي اياه مستنكف. يا سيدي ما في كرسي. شكرا تفضلوا. ما في ما في. النتائج بتوصلكم تفضلوا. في لجنه ثانيه شيء عم تفحص؟ في لجان. طيب شكرا. طيب خلص لا تواخذونا شباب. مع السلامه. غيروا. شو رايكم؟ انا شايف لجنه الدبكه فالصو. طيب شو العمل؟ بالعكس انا مالي شايفه فالصو. ليه؟ باعتبار ما شفت انا لما قدمت المسابقه كيف انبسطوا مني وصاروا يضحكوا مني. ضحكوا منك لما تضحكوا عليك. هلا المهم شوفوا ضحكوا علي المهم نحن ما فتنا لهون إلا بمئة ألف سؤال وجواب. ما لازم نطلع من التلفزيون وإيدنا فاضية. طيب شو العمل؟ العمل برأيي نتوزع كل واحد باستديو. طبعا هذا الكرسي موجود بالاستديوهات كل واحد بيفوت بالاستديو بيدور. معك حق. والله أنا شخصيا يعني شو مفكرين أنتم؟ مفكرين شغلة فلتاني؟ أنا خايف هلا أكون فايت لي على شي استديو شوف لي شي واحد يصادفني يحكي له معي كلمة جرحة أنا ما بتحملها أعلي. لك يا أخي ليش بتعصدها وبتعقدها أنت لك أبصياه؟ هلا في برنامج عم نشوفه إلا فيكم برس يا جمهور يا مشاهدين يا متسابقين. إيه منسلوت بين العالم شو قال من الناس نحنا؟ طبعا عم يحكي مزبوط. يلا اتكلوا على الله كل واحد يروح. يلا بونسوار طان. أهلا وسهلا تفضل تفضل. قال المثل ابن الحلال عن ذكره ببيت. الله يخليك. تفضل يا ابني تفضل. اهلا وسهلا. بونسوار فوزيه. شبه الاموره ليش زعلانه؟ زعلانه يا ابني على قله حظها وتعتيرها. لا يهم لا يهمك انا موجود. الله يكثر من امثالك يا ابني. للحقيقه نحن ما بعرف كيف بدي اشكرك على فضلك علي. العفو طنط برزان واجبي هذا. يا عبسي ولو. كلك خير يا ابني. الله يقصف عمره مقصوف الرقبه خطيبه. خير. بس ماما ارجوكي. خير شو عمل؟ قولي لي لروح امصع الرقبه تبعه. شو عمل؟ فكس الخطبه واخذ غراضه كلها. ليش؟ قال ما بيناسب واحد مجنون.
شوي حل. مين اللي قال له انه ابوه مجنون؟ يا ابني شو بعرف، يمكن نحن نغشينا فيه. صحيح انه الله ميسره بوشه شوي ومعه قرشين، وكمان كان واعد حسني بوظيفه منيحه. بسيطه بسيطه بسيطة. شو عم بتقول يا ابني؟ بسيطة؟ خربين البيوت بسيطة؟ نعم بسيطة. الحق عليكم تبقوا راكدين ورا المصاري وبتنسوا الشخصيات الكبيرة. بيقول المثل يا آخذ الأرض على ماله بيروح المال وبيبقى الأرض على حاله. صحيح. ما بعرف شو بدي أقول يا ابني. إذا بتريدي فوزية. نعم. اتركيني شوي أنا وأمك، في حديث بدي أقوله أنا وياها على انفراد. حبيبتي قومي شوي لجوا. ما حاضر. ما شاء الله ما شاء الله. شوفي يا طنط برطان، حسني الله يشفيه. امين يا رب. طمني شبو، شو قال لك؟ انا كل يوم عم اروح زوره بالمستشفى، وقال لي طبعا هو مبسوط ومطمن يعني، وقال لي شوف اذا البنت خطيبة بده يتركها. شوفي سبحان الله سبحان الله، كأنه قلبه قايل له، كأنه حاسس انه هالرجال بده يترك هالبنت قد ما بحب بيته. شايفة شوفي، بقى قال لي اذا هالزلمة بده يترك بنتي هالبنت حلال عليك. بقى انا شخصيا لقيت من واجبي، ولا تأخذيني بالكلمة يعني، انه اتقدم لهالبنت وضحي بنفسي واستر عرضكم. روح الله يستر عليك يا ابني دنيا واخره.